كثيرا. الله أكبر الله أكبر. هذه خير أيام طلعت فيها الشمس، هذه خير أيام اختص الله عز وجل بها عباده بالرحمة والمغفرة. الرحمة والبركة منه وحده سبحانه وتعالى. عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فروشهم، إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد. ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أيها الناس، هذا يوم المغفرة، هذا يوم التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذا اليوم الذي لا يرى الشيطان في مثيله من البكاء والعويل والنحيب. أغوى العباد فردوا عليه بالرحمة والاستغفار والاستعطاف لله تبارك وتعالى. فعل ما فعل من كيد العباد وإبعادهم عن الله. في يوم رجع الناس جميعا إلى ربهم، الناس جميعا في مشهد لا يتخيله أحد. كل العباد ماع وشاك وباك وضارع وصارخ ومتوسل إلى ربه. كلنا سواسية بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا اليوم الذي ينظر الله عز وجل إلى قلوبكم. قال تعالى: ولا تخزن يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يوم السرائر، هذا يوم الضمائر، هذا يوم التوبة، هذا يوم اللجوء إلى الله عز وجل، هذا يوم الرجوع لله عز وجل. هذا اليوم الذي اختص الله تبارك وتعالى فيه عباده برحمته ومغفرته. هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل به الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، جاءوني غبرا شعثا مغبرين، يرجون رحمتي ويرجون مغفرتي ويخشون عذابي ويخشون عقابي. يا ملائكتي، إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. دنت الرحمة واقتربت المغفرة، وتدنى ودنى العفو من الله تبارك وتعالى من عباده جميعا. الله جل وعلا الذي يعد بالمغفرة ويرحم، الذي يستر ويحلم، سبحانه وتعالى جل وعلا يحلم على عباده بعفوه، ويحلم على عباده بمغفرته، ويحلم على عباده بستره. الله عز وجل الذي يبسط يد الرحمة لعباده. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أنت الآن بين يدي الله تبارك وتعالى، وبين يدي الرحمة والمغفرة، وبين يدي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى جل وعلا. توجهوا إلى الله بالعفو، وتوجهوا إلى الله بالدعاء، وتوجهوا إلى الله بالنية الطيبة وبالاستغفار لله تبارك وتعالى. لا تعتقد أن هناك من هو إنسان، لا تعتقد أن هناك إنسان بلا ذنب. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ارجع إلى ربك وأنت عاقد العزم والنية. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وابسط أكف الضراعة لله عز وجل، فليس لنا سواه نرجوه، وليس لنا سواه ندعوه. فهذا حالنا لا يخفى عليه، وهذا مقامنا بين يديه. لا تستعظم ذنبك أمام رحمة الله، لا تستكثر خطاياك أمام مغفرة الله، لا تستصعب التوبة أمام عفو الله. ثق أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالرحمة والمغفرة على الناس جميعا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المولى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لذامة. تواضع لله وأخلص النية لله، واعقد العزم والنية، وتب إلى الله توبة صادقة، وضع رأسك بين كفيك داعيا ربك: اللهم لك الحمد،
اللهم لك الحمد بما خلقتنا، اللهم لك الحمد بما رزقتنا، اللهم لك الحمد بما علمتنا، اللهم لك الحمد بما فرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.